ورحمة الله وبركاته أخواني الأعزاء، لكم من جديد، معكم معاذ علاي. لدينا اليوم موضوع هاتف LG الـ64 VL. طبعا هذا الهاتف مشكلته في أي الشحن والإقلاع أو الشحن الباور. هذا الهاتف شغال طبيعي، المشكلة إنه إذا ركبت الشاحن خارج الشاحن يظهر إشارة الشحن موجودة في عنف البطارية أو يشحن أو شحن عميق. اليوم سنقوم اشرح لكم طريقة تغيير اين يوجد ايش الباور والشحن او شحن الباور لهذا الهاتف وكيفية تغييره واشرحها ايضا. كونوا معنا. كما وضحنا مسبقا اخواني الاعزاء، هذا هو اي سي الباور لهاتف LG الـ64 VL. سنقوم تغييره وسنقوم بتجربة الشحن ايضا بعد ذلك. كونوا معنا. هذا هو أي شيء بوضع لي أنا مشتحن أنا مشتحن أيضا هذا هو أي شيء بوضع كما أضح مشكلة أخواني الأعزاء لاحظوا اخواني اعزاء الجواز شحن بشكل طبيعي، انفصل الشحن منه.